دونك دابا نمشيو للحالة الثانية ديال المعايرة، هي معايرة قاعدة محمد كلوريدريك. معايرة قاعدة محمد الكلوريدريك، H3O بليس ال موان. دكوغ دونك في هاد الحالة هادي غنديرو المعادلة، هي عندنا باي، هي القاعدة المزدوجة ديالها هي بي اش بليس مع بي، و اش تروا او بليس مع اش توز. دونك المعادلة هي بي اش بليس زائد اش، عندنا هي بي زائد اش تروا او بليس، لأن التفاعل كليات هنا بي اش بليس زائد اش توز. دونك حتى هي غنحسبو ليها ك ديالها، ك ديال المعايرة هو التركيز ديال بي اش بليس على التركيز ديال القاعدة في اش تروا او بليس. كما كنعرفو ان القاعدة في اش تروا او بليس على التركيز ديال الحمض كتعطينا كا، يعني هذه المقلوب ديال كا اللي هي 1/10 ناقص بي كا اللي هي 10 أس بي كا، وهذا المقدار دائما يكون اكبر من 10 أس 4 تحول كلي. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية غادي نحسبو الطو، ولكن غناخدو قبل التكافؤ، قبل التكافؤ غادي ناخدو الحجم المضاف هو في أ صغر من في أ أو. دونك في هاد الحالة المتفاعل الوحيد هو المعاير، هو المتفاعل الوحيد هو أستر و أو بليس، يعني إكس ماكس هي سي أ فوا في أ. دونك ديا سميتو ونحسبو الجدول الوسطي كما صيبنا قبيله. نلقاو بلي كمية المادة ديال اش تروا او بليس من خلال الجدول الوصفي هي سي ا في في ا مو اكس اكيليبر. دكوغ هنا غادي نقسمو اش تروا او بليس هو التركيز ديال اش تروا او بليس في ا زائد في بي. هنا سي ا في في ا تساوي 1 ناقص اكس اكيليبر على سي اف في ال اللي هي اكس ماكس. دونك هذه 10 أس ناقص بي اش على سي ا عامل لي في ا زائد في بي على في ا تساوي 1 ناقص 3. اذا شكون هي؟ هي 1 ناقص 10 أس ناقص بي اش على سي ا. دونك هاد المقدار يكون تقريبا كيساوي 1، اذا تحول كلي. حتى هي عند التكافؤ، عند التكافؤ كتكون سي ا في ا او كتساوي سي بي فوا في بي، ننجبد اللي بغيت. داكوغ نحسبو حتى هي، ناخدو مجالات الهيمنة او الهيمنة ديال الحمض كيفاش الهيمنة تاهي ندرسوها هنا. دونك دائما غنحسب النسبة ديال القاعدة على الحمض. دونك هنا القاعدة هي اللي متفاعلة من خلال الجدول الوصفي، راه هي سي بي في بي ناقص اكس اكيليبر على اكس اكيليبر، ان على في توتال، في توتال مشات. دكوغ في هاد الحالة الهيمنة دائما كناخدها قبل التكافؤ. عندنا التحول كلي، اذا اكس اكيليبر كتساوي اكس ماكس كتساوي سي ا فوا في ا، وعندنا ان سي بي في بي كتساوي هي سي ا فوا في ا او. غادي نعوضو وتولي عندي بي على بي اش بليس سي بي في بي، غنعوضو هي سي ا في ا او ناقص اكس اكيليبر اللي هي سي بي هي سي اف في ا على سي اف في ا. دونك غادي نحتازلو كاين واحد سي ا مع سي ا مع سي ا تبقى في ا او على في ا ناقص في ا على في ا هي في ا او على في ا ناقص 1. دكوغ حتى هادي هي عندها. دونك هنا باش نحطو الهيمنة نحسبو هاد النسبة، نديرو هادي كتساوي 1
دونك باش نجبدو ليكم عند التساوي الهيمنة، فاش كيكون عندي ا مو بي على بي اش بليس كيساوي واحد، دونك يعني فاش كيكون تساوي الهيمنة كتكون في ا او لا في ا ناقص واحد كتساوي واحد. اذا في هذه الحالة غتكون في ا او على في ا كتساوي جوج، دونك في هذه الحالة الحجم المضاف كيساوي الحجم المضاف على جوج، يعني هذا هو المعيار ديالنا. يعني في هذه الحالة اش كيطرا، كيكون ان البي اش كيساوي البي كا. الى بغيت نحدد البي كا مبيانيا كنشد الحجم المضاف عند التكافل نقسمو على جوج وندير الاسقاط، القيمة ديال البي اش في هذه الحالة راه هي البي كا. دونك في هذه الحالة الا كان عندي إذا كان عندي هاد المقدار بي على بي اش بليس خرج كبار من واحد، دونك في هاد الحالة هادي راه القاعدة التركيز ديال القاعدة كبار، دونك إذا خرج كبار من واحد راه التركيز ديال القاعدة كبار من التركيز ديال الحمض. إذا هنا هيمنة القاعدة في هذه الحالة راه كتكون في أ كبار من في أ أو على جوج. تاني إذا كان عندي القاعدة على الحمض صغار من واحد كيكون عندي أن في أ، دونك هنا هيمنة ديالي ندير الحمض. بالنسبة للكاشف الملون، الكاشف الملون دونك الكاشف الملون المناسب للمعايرة كناخذ البي اش او وكنخطر الى كان في غياب منحنى، ما كانش عندي المنحنى، المنحنى ديال البي اش بدلالة في هاد الحالة كناخذ البي اش او كتكون صغر من 7، كو كناخذ لي عنده بي اش او صغر من 7 في هاد الحالة غيكون هو الكاشف المناسب لهاد المعايرة. دونك نتمنى انكم فهمتوا.